منحت اللجنة الأولمبية الدولية حق استضافة أولمبيات 2024 الصيفي إلى باريس، كما أعطت نسخة 2028 إلى لوس أنجلوس بعد تصويت في جلسة للجمعية العمومية في ليما عاصمة بيرو. وستستضيف باريس التي نظمت الأولمبيات مرتين من قبل الحدث بعد 100 عام من آخر مرة استضافت فيها الألعاب في 1924، وستنظم لوس أنجلوس الأولمبيات لثالث مرة أيضا بعد 1932 و 1984.